السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وسعاده وسلامه دايما يا رب، وفي احسن حال وافضل حال دايما يا رب. لو لسه اول مره ليك معانا على القناه بتاعتنا، يبقى فضلا وليس امرا يا ريت تشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الحكايه بتاعت النهارده ممكن تكون حكايه كوميديه جدا اكتر ما هي حكايه دراميه كالعاده. حكايه بتقول اوعي تتجوزي راجل بخيل، البخل ده ممكن يهد بيوت ويهد علاقات. الحكايه بتاعتي النهارده بتقول واحد زي ما بيقولوا كده بخيل جدا، اتربى على تربيه امه من الايام القديمه جدا، ايام القله والحصيره، ولو القله انكسرت خساره، احنا ممكن نعمل لها اي حاجه، المهم ما ينفعش نشتري قله جديده. حكايه كده ولا في الخيال ولا في الاحلام. القصة بتاعت النهاردة بتقول ان الام دي من ايام جدي وجدة، امها ماتت وسابتها وهي فضلت مع جوزها سنة ورا التانية ورا التالتة على بخلها ده، لحد الراجل كمان ما طهق ومات. عاشت بقى مع ابنها، فضلت مع ابنها عايشة تعلمه انه ما ينفعش ازاي تطلع جنيه من جيبك، جعان هي حتة جبنة قديمة بيضة، جبنة قريش كده ولا حاجة وناكلها، والحمد لله على كده نكون شبعنا. الولد اتربى على نفس التربية بتاعت أمه دي لحد ما كبر، وسنه كبر يخاف ينزل يبص حتى كده على أي حاجة في الشارع لا يدفع فلوس، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، رغم إنه كان موظف ومرتبه حلو جدا، كانش عنده أي مشاكل خالص في مرتبه، بيقبض مرتب كويس، لكن كان كل شهر المرتب على المرتب على المرتب. لحد ما جه في يوم من الايام اصحابه سالوه انت ما اتجوزتش ليه؟ كلنا اتجوزنا ما عدا انت، لازم تتجوز وتعيش، انت خلاص شعرك ابيض. وهو كان كل اللي عليه ان هو خايف يتجوز لا يصرف على مراته ولا يصرف على حته عين ممكن تجيبه، يمكن فكره العين دي كانت فكره مستبعدة شوية عن دماغه، هو كان كل اللي فارق معاه هي مراته. ايه ده؟ هتجوز واحدة عشان اصرف عليها واكلها واشربها؟ طبعا والدته اللي هي الست اللي هي امه دي كانت بخيلة جدا، ومن كتر بخلها كانت رافضة ان هو كمان يتجوز. لكن هو حفاظا لماء الوجه زي ما بيقولوا اضطروا ان يتجوز، لكن مش اي جوازة. بقى دايما عمال يحاول يختار الزوجة اللي سنها كبر في الجواز، اللي ما ينفعش، اللي يعني زي ما بيقولوا كده ايه، ليها تفكير معين، اللي هي اي جوازه والسلام، اي سطر عرض وخلاص. لحد ما لقاها، والبنت كان كل همها وكل تفكيرها ازاي اتجوز، ازاي عرضي يتستر وشكرا على كده، ودي بالدنيا وما فيها. ما دورتش ولا فكرت ولا سالت ولا حاجه خالص، وفعلا اتجوزته. لكن بعد ما اتجوزته على طول اكتشفت انه بخيل جدا، وان الشقه مفروشه من ايام جدي وجدك وستي وسته، وان هما حياتهم بسيطه تكاد تكون اقل كمان من البساطه، حياتهم مفيش تحت الصفر، بقت تعيط من كتر الجوع، جعانه وعايزه تاكل ومفيش اكل، كل هدومها اللي كانت داخله بيها وسعت عليها الطاطا ايه من كتر ما هي بقت نحيفه، من كتر ما مبقاش في اكل، بقت تعيط لهم اكلوني، بيجيبوا هي حتة الجبنة البيضة اللي على قدهم، طب دي هناكل فيها ازاي؟ ما مالناش دعوة، مالناش فيها. هيبقى ده أكلنا، عاجبك تعيشي على عيشتنا عيشي، مش عاجبك تعيشي ما تعيشيش. لحد في يوم من الأيام ما اكتشفت إن هي حامل. كانت خايفة دايما تقول، خايفة تقول إن هي حامل. لو قالت إن هي حامل مش هتاكل أكتر، وهيتشال هم جنين أكتر. ويمكن تكون كانت مستنية ان الجنين ده ينزل من عند ربنا علشان خاطر هي عارفة الحياة اللي هي عايشاها والعيشة اللي هي عايشاها. لحد ما جت اتخانقت مع حماتها بسبب العيشة دي، من كتر ما هي كانت بتعيط لها انا جعانة وعايزة اكل، اتخانقت معاها وفي الخناقة اغمى عليها. طبعا كانت صدمة كبيرة بالنسبة لهم ان هي يغمى عليها، فيجيبوا لها دكتور، يدفعوا اجرة الدكتور دي ازاي؟ بس طبعا اتجبروا على ان هم يجيبوا لها دكتور لحد الدكتور ما قال دي حامل. وهنا كانت صدمة كبيرة جدا لما عرفوا ان هي حامل، حامل يعني طاقة جديدة
يعني اكله جديده يعني شرب يعني وبدات الهم والمشاكل ما بينهم. لحد ما جه ابوها عرف، طبعا ابوها راجل كان من الارياف اصلا، فكان في طريق سفر بينه وبين اهلها. حد ابوها ما جه وصل له الخبر بان هي حامل، فحب يروح يزور بنته ويقول لها مبروك. وهنا كانت الصدمه الكبيره قوي للاب لما لقى بنته خست الثلاث ارباع ووشها كله عظم، وبقى مش عارف ايه ده، انت ايه اللي جرالك، هو ايه اللي حصل. قالت له يا بابا الحكايه وما فيها، وحكيت له على كل حاجه. طبعا الاب اتخانق وقال لها قومي لمي هدومك بسرعه دلوقتي معايا، انت مش هتولدي في بيتك هنا، انت هتولدي عندي، وهو لما يبقى يتغير هو وامه يبقى يجي من هنا لهنا. المهم هي مشيت مع ابوها وفضلت عند ابوها لحد ما كملت فتره حملها وولدت. وبعد ما ولدت جه اللي هو جوزها، طبعا كانت الناس كانت وشه والزمايله في الشغل كانوا وشه، وبقى يتعرض لكلام كتير جدا. فعشان يحافظ على اسمه وعلى صورته قال لها ياما انا هروح ارجعها. طبعا الام كانت رافضه كل الرفض، ولا واحنا ما صدقنا ان هي تمشي، دي عايزه تاكل طقه بحالها لوحدها والحكايه والرايه، واحنا حياتنا على قدنا. طبعا هو قال لها ياما حفاظا على ماء الوجه انا ايه، انا هروح اجيبها وهي تيجي وانا هحاول اخليها تمشي على الطبع اللي احنا ماشيين عليه. راح لابوها فقال له يا عم انا اتغيرت ومش اتغيرت وخلاص واخر مره وبتاع. المهم من هنا لهنا ابوها قال له اعمل حسابك ان انا كل فتره هاجي ازوركم، ولو لقيت بنتي على نفس الوضع مش هيبقى لها عيشه تانية معايا. خد مراته ورجعوا البيت. طبعا ما كانش يعرف ان في مصاريف مولود جديد من حفاضات لاكل لشرب لعنايه لاهتمام، ما كانش عامل حساب كل ده. كل ده هو كان شايله خالص من اعتباره وشايله خالص من دنيته، لكن بقى الام كانت عارفه كل ده، فكانت دايما تزعق وتصرخ وتصوت وتعمل مشاكل وتهين عشان البنت تاخد بعضها وتمشي. وبرضه البنت رجعت تعيط تاني من قلة الاكل والشرب، جعانة وعايزة تاكل اعمل ايه. المهم لحد ما في مرة من المرات برضه من ضمن الخناقات بتاعتهم قامت جاية قايلة لهم ده انا كان عندي مفاجأة حلوة ليكم. قالوا لها مفاجأة ايه؟ قالت لهم انا حامل للمرة التانية. هنا بقى كانت العقبة الكبيرة والصدمة الكبيرة بالنسبة للراجل، هو انا كنت عارف اصرف على الابن الاولاني لما تروحي تتجوزي وتجيبي، لما تروحي قصدي تخلفي، اما تروحي تخلفي تحملي وتجيبي لي عيل جديد، لا لمي هدومك وروحي عند ابوكي وخليكي عند ابوكي على طول لحد ما تولدي وتخلفي والعيال تكبر كمان، ويبقى تيجي او ما تجيش، انا خلاص انا زهقت منك وخلاص مش عايزه. وفعلا لمت هدومها فعلا وخدت بعضها وخدت المولود الجديد وراحت عند ابوها. اول ما راحت عند ابوها وقعدت تعيط له قال لها خلاص انت مالكيش عيشه تانيه مع الشخص ده، ده بني ادم بخيل، والمشكله انه مرتبه كويس ودنيته كويسه، فلوسه بتروح فين ما نعرفش يا بابا، دنيته بتعمل ايه ما اعرفش يا بابا. وبقى هو ده كل اللي على لسانها انها ما تعرفش اي حاجه خالص عن فلوسه ولا عن دنيته. خلاص انت لازم تطلقي منه، الانسان البخيل ده يستحيل العيشه معاه. بعدها راح الشغل، رجع من الشغل تعبان جدا منهار من التعب، مش قادر، سخن ومصدع ومش قادر، ودخل عليه دور برد او ايا كان. المهم رجع بيخبط على الباب، امه فتحت له فيك ايه؟ قال لها تعبان انا عايز انام مش قادر. الام من كتر بخلها بدل ما تخش تجس ابنها مثلا تشوفه سخن تشوفه مش عارف ايه تروح تجيب له دكتور تعمل تسوي، قالت له طب خلاص نام وانا هجهز لك حته الجبنه بتاعتك عشان تاكلها وتبقى ايه كويس. دخلت جابت له حته الجبنه بتاعته وكلها وبتاع وينام، لكن نام ما صحاش. ابنها نام ما صحاش، خسرت ابنها بسبب البخل. يمكن لو كانت لحقته بدكتور ولا لقيته بأي علاج ولا بأي حاجة يمكن كان فضل عايش. خدوا بقى الصدمة الكبيرة قوي بالنسبة لها، الصدمة الكبيرة بالنسبة لها إن كل فلوسه والميراث وكل حاجة راحوا لمراته وعياله الولاد التلاتة الاتنين، والأم خسرت كل حاجة.
خسرت ابنها وخسرت فلوسه وخسرت كل حاجة في حياته. هو ده البخل اللي لازم تكون هي دي نهايته. سواء كنت بخيل، سواء كنت مش عارف تشيل مسؤولية، سواء كنت ضد تحمل المسؤولية أصلا، يبقى أنت مش راجل، يبقى لا تستحق أن تكون رجل. الرجل مسؤولية، فلو ما كنتش قد المسؤولية تبقى أنت مش راجل. البخل أول عامل من عوامل عدم الرجولة، لأنك عشان تحس إنك راجل لازم تكون مسؤول عن واحدة، مسؤول عن ابن، مسؤول عن زوجة. هي دي أول حاجة ممكن تأسس أي راجل في الدنيا. كونك يكون الإحساس ده يدخل جواك بإنك مسؤول عن زوجة أو إنك مسؤول عن أم أو إنك مسؤول، كونك مسؤول يبقى هي دي أول عوامل الرجولة. خسر صحته وخسر نفسه وأمه خسرته وخسرت الفلوس بسبب البخل. والحق الأكبر كان لزوجته والولدين عياله. هو ده كان موضوع النهاردة معاكم، وهي دي حكاية النهاردة. إن شاء الله على لقاء جديد وفيديو جديد بإذن الرحمن. كانت معاكم المستشارة قمرية أمينة سيد، وإن شاء الله على لقاء آخر وفيديو جديد بإذن الله. سلام عليكم. شكرا.